تحركنا من مكان إقامتنا في حوالي الساعة 10:15 صباحا، وواجهنا سائقا فظا وفي غاية العدوانية. كل شيء حدث بسرعة. تعرضت حافلتنا الصغيرة لحادث حيث انعطفت واصطدمت بشجرة. لقد ألقيت داخل السيارة. نقلنا جميعا إلى المستشفى وأصبت بكسر في كتفي الأيسر. لم أكن واضعة حزام الأمان في ذلك الوقت. كان هناك تصادم مع سيارة أخرى، وأتذكر ضرب رأسي على جانب السيارة، ثم أتذكر أنني استيقظت وكانت السيارة على جانب واحد. لو لم أكن واضعة حزام الأمان لكنت قد قذفت من النافذة بالتأكيد. يمكن القول بأن أخطر شيء يمكنك القيام به هنا في الشرق الأوسط هو القيادة على الطرق. للأسف الإحصاءات تتحدث عن نفسها. لهذا السبب أطلقنا سياسة السلامة على الطرق لضمان أن مخاطر السفر من وإلى العمل قد تم تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن، بصراحة لأننا نهتم. لذلك أنا أطلب منكم جميعا قراءة سياسة السلامة على الطرق لجعلها جزءا من الحياة اليومية. When I'm going to the car, check my seat. عندما أستقل سيارة أتحقق دائما من حزام الأمان وأشياء أخرى. سيارتي، المؤشرات، الأضواء، وأتأكد من كل أوراقي. عندما أقود أقوم بإغلاق هاتف النقال. أنا لا أحصل على مخالفات وأنا دائما سعيد ومرتاح عندما أقود أياً كانت حالة الطريق. اسأل مديرك عن التدريب على السلامة على الطرق. استخدم ذلك وسوف تكون آمناً مثلك. سواء كنت سائقا لسيركو أو تعمل في قطاع النقل أو سائقا خاصا أو حتى لو كنت مجرد راكب في سيارة، قم بسؤال مديرك أو ممثل السلامة عن معلومات السلامة على الطرق التي جعلناها متاحة ومتوفرة لأغراض التدريب ذات الصلة والتي نقدمها نحن لجميع موظفينا. فقط معا وجميعا نتحمل المسؤولية من خلال فهم السياسة ووضعها موضع التنفيذ. يمكننا أن نعمل معا للوصول إلى الهدف النهائي وهو انعدام الإصابات والمشاركة فيها في حوادث المرور على الطرق وفي جميع مشاريعنا في الشرق الأوسط. لقد تعلمت كيف أن أحزمة المقاعد تؤمن الحياة، أن تكون دائما الحذر مع مستخدمي الطرق الآخرين أمرا مفروغا منه. وقد تحولت حياتي حقا رأسا على عقب، لأن الدخول في حوادث هو في الحقيقة لا متعة منه. وأول شيء يتبادر إلى ذهني هو تطبيق قواعد السلامة، ارتداء حزام الأمان الخاص بك في كل وقت. موظفي سيركو الذين رأيتهم في هذا الفيلم قد تعلموا طرق الخطورة، عدم النظر إلى الجهة الأخرى عندما يتعلق الأمر بالسلامة على الطرق. الآن دعونا معا نتعلم الطريقة الآمنة من الحب لحياتنا وأسرنا وزملائنا ومستخدمي الطريق الآخرين.